ميناء الجاف يعني لو حبينا نقول لحضرتك هو يعني عبارة عن ميناء بحري بدون مياه، عشان نبسط الفكرة للسادة المشاهدين. الميناء ده بيتواجد فيه جميع أجهزة الدولة العاملة داخل الميناء البحري، من حيث الجمارك، من حيث أجهزة وزارة الداخلية، الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة سلامة الغذاء، كل الأجهزة تعمل داخل هذا الميناء بكامل طاقتها. طيب احنا ليه لجأنا لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية؟ احنا عندنا يعني مش هنقول مشكلة، عندنا بعض الموانئ البحرية فيها نوع من أنواع التكدس للحاويات، وبالتالي بيبقى فيه زمن الإفراج عن الحاوية كبير شوية، بيبقى فيه نوع من أنواع الغرامات بتتحملها الدولة المصرية على للخطوط الملاحية الأجنبية نتيجة لعدم إنهاء إجراءات الحاويات في الزمن المحدد لها. بالإضافة إلى برضو تراقب بعض السفن البحرية التجارية انتظارا للدخول والتراقي على خارج الميناء، انتظارا للدخول إلى الميناء وإفراغ الشحن أو تحميل الشحن المصدرة. فبالتالي كان الاتجاه إن احنا نلجأ إلى وسائل نخف من هذا التكدس، ونخلي عجلة الدوران داخل الموانئ البحرية أسرع. فلجأنا إلى الميناء الجاف ده. الميناء الجاف ده الكونتينر هينزل في الميناء البحري، مخطط ليه من 6 لـ 8 ساعة على أقصى تقدير، إن هو يقعد في الميناء البحري، مش هيتعمل عليه أي إجراءات جمركية ولا أي إجراءات من أي جهة، سوى كشف أمني بس على جهاز الإكسري نتأكد إن هو ما فيش أي ممنوعات. ثم يتحرك الكونتينرز من داخل الميناء البحري باستخدام النقل بالسكة الحديد إلى داخل الميناء الجاف لإنهاء الإجراءات عليه في الميناء الجاف. عندنا مساحة من الوقت، عندنا مساحة من المكان، نحن ننهي إجراءاتنا بالكامل داخل الميناء الجاف، وبالتالي أنا بعمل بخف التكدس وصولا إلى مرحلة صفر تكدس. ده هيخلق حركة أزيد في الموانئ البحرية، اللي هيفضي الأرصفة بشكل سريع، فبالتالي المراكب المترقية في عرض البحر ومنتظرة دخول الميناء البحري هتدخل تفرغ حمولتها، تاخد الحمولة الجديدة وتتحرك بسرعة، فهنوصل إلى مرحلة صفر تأخير وصفر غرامات بإذن الله. عندنا خطة لإنشاء 14 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، ودي بتوجيهات من القيادة السياسية وبمتابعة مباشرة من سيادة الفريق كامل الوزير. اختيار الأماكن دي كان بالتنسيق مع منظمة الجايكا اليابانية، وشروط اختيار الميناء الجاف انها اولا لازم تبقى بالقرب من منطقة صناعية، بالقرب من خط السكة الحديد، بالقرب من الطرق الرئيسية. فبالتالي انا لما اختار مكان لانشاء الميناء الجاف لازم يكون هيخدم على منطقة صناعية، هيجنبه خط سكة حديد زي ما حضرتك شايف، بحيث ان البضاعة تنتقل ليه بالسكة الحديد، بيبقى جنب طرق رئيسية بحيث ان بعد انهاء الاجراءات الجمركية للواردات بتتحرك على الطرق، تبقى تتوزع تروح للاماكن والمحافظات اللي رايحة لها. احنا عندنا 14 ميناء جاف ومنطقة لوجستية متوزعين على مستوى الجمهورية بالكامل. عندنا العاشر من رمضان، ودي ان شاء الله خلال شهر ابريل القادم هنستلم العروض الفنية والمالية من التحالفات المتقدمة، وهي التحالفات اللي تقدمت فيها من اكبر التحالفات والشركات اللوجيستيك في العالم، ودي كانت خلال طرح عالمي اتعملت الدراسات بتاعة انشاء الميناء العاشر من رمضان من خلال مكاتب عالمية بمتابعة ومن البنك الاوروبي لإعادة الاستثمار، البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. ولولا ان التحالفات والشركات العالمية دي شافت مصداقية الدولة في انشاء ميناء 6 اكتوبر وتوصيل المرافق والالتزام بالمواعيد المحددة في العقود، ما كانتش الشركات العالمية دي أقدمت على التجربة والاستثمار. حضرتك عارف ان الاستثمار ده استثمار عالي، لو هنقول ان تكلفة ميناء التكلفة الاستثمارية لميناء 6 اكتوبر قبل زيادة الأسعار الأخيرة وقبل ارتفاع سعر الدولار كانت 176 مليون دولار بيتحملها القطاع الخاص بالكامل. احنا كدولة
بنعطي التحالف الفائز بإنشاء الميناء 6 أكتوبر أو أي ميناء جاف الأرض مرفقة، مش زي زمان هو ياخد الأرض وبعدين يدور على المرافق والكهرباء والمياه، لا أنا بدي له الأرض مرفقة بقول له النقطة الإحداثي كذا هيخش منها التيار الكهربائي، هنا هيخش المياه، هنا الصرف، هنا حتى خطوط الفايبر بتاعت الاتصالات بوصلها له على حدود الأرض، خط السكة الحديد بوصله له على حدود الأرض، ثم هو بعد كده بيكمل شغله داخل الميناء. احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك 14 ميناء جاف ومطار جوستية، عندنا 10 من رمضان ودي خلاص نعلن التحالف الفائز خلال شهر مايو ان شاء الله، ابريل هيتقدم لنا العطاءات، مايو هنعلن التحالف الفائز. عندنا ميناء برج العرب الجاف، ميناء سوهاج الجديد، الفيوم الجديدة، عندنا بني سويف حكومة برادي جنب المنطقة الصناعية هناك ميناء جاف، عندنا 700 فدان إنشاء منطقة لوجستية في السلوم، عندنا 238 فدان في قسطل وأركين، هنا 238 فدان وهنا 238 فدان إنشاء مناطق لوجستية على الحدود السودانية المصرية السودانية، عندنا في مدينة الطور ميناء جاف، في مدينة دمياط الجديدة ميناء جاف، عندنا باقي المنطقة هنا في 300 فدان لإنشاء المنطقة اللوجستية المتخمة لميناء 6 أكتوبر الجاف. كل دي خطة طموحة إن شاء الله، إحنا كهيئة كوطارة النقل كهيئة المواني إحنا على استعداد تام، نقعد مع أي مستثمر جاد يقدم لنا دراسة فنية جادة وعرض مالي جاد لبدء العمل، إحنا لا نملك رفاهية الوقت، إحنا هنا عندنا في ميناء 6 أكتوبر الجاف مجرد إنشاء الميناء ده غير المنطقة الصناعية المتواجدة في أكتوبر على الامتداد الظهير بتاع الميناء 6 أكتوبر الجاف، هنا تقرر إنشاء منطقة صناعية تقدر ب 11,000 فدان غير المنطقة الصناعية اللي على بعد 25 كيلو هنا، غير المنطقة الصناعية اللي على بعد 25 كيلو واخد بال حضرتك، فده بيعمل قيمة مضافة، مش بس إن أنا لما أنشي ميناء جاف أو منطقة لوجستية في منطقة ما إن أنا بستفاد من حركة التجارة وتخفيف الضغط على المواني، لا في قيم أخرى، بنشئ مجتمع تنموي حوالين الميناء الجاف ده، سواء مجتمع عمراني سكني أو مجتمع صناعي زي ما قلت لحضرتك المنطقة الصناعية الجديدة. بالإضافة لحاجة مهمة جدا، أنا بنشئ فرص عمل ثابتة داخل الميناء، يعني تتراوح مثلا حوالي من 400-500 فرصة عمل ثابتة بمختلف التخصصات، بالإضافة من 4000 ل 5000 فرص عمل غير ثابتة، فرص عمل اللي هو الناقل بالعربيات، العامل اللي بيجي يشيل، كل دي فرص عمل بتبقى بتخلق من المشروعات الجديدة القومية اللي تنشئها الدولة. الحاجة اللي عايز أكد عليها ومهمة جدا في الموانئ الجافة، إنها معروف عالميا إن سعر السلع، سعر تكلفة النقل للسلعة من 8-11% تقريبا، إحنا عندنا في مصر بيوصل ل30-40%، مع إنشاء شبكة الطرق الجديدة اللي هي مش موجودة في أي حتة اللي بتنشئها الدولة دلوقتي، مع إنشاء الموانئ الجافة وسرعة الإجراءات ونهو الإجراءات داخل الموانئ البحرية هنقلل تكلفة النقل دي، فبالتالي هنوصل لأن احنا هنقلل تكلفة السلع على المستهلك، ولا سيما السلع الغذائية والسلع الأساسية اللي بيحتاجها المستهلك. عندنا الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 720 حاوية على اليوم، يوميا ما شاء الله إن شاء الله. احنا المفروض عندنا 3 قطار في اليوم ان شاء الله، مع زيادة الشغل في الميناء وزيادة الحركة هنوصل ممكن ل6 قطار على اليوم ب 727 حاوية على اليوم. جميع اجهزة الدولة العاملة داخل الموانئ البحرية تتواجد داخل الميناء هنا لانهاء الاجراءات. عندنا من اجهزة الدولة في طبعا على رأس العمل داخل الموانئ مصلحة الجمارك المصرية، عندنا الشركة MTS اللي هي قائمة بأعمال التسجيل المسبق والشباك الواحد وكده، عندنا هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عندنا هيئة سلامة الغذاء، عندنا الرقابة النووية والإشعاعية، كل ما هو هيئة رقابية أو هيئة تفتيش أو هيئة داخل الميناء البحري متواجدة لتعمل بكامل ضائقتها داخل ميناء 6 أكتوبر الجاف. بالإضافة لعندنا المبنى الإداري
المبنى الاداري ده بيضم الجهات المتعامله مع المستخلصين ومع الخطوط الملاحيه. عندنا البنك للتعامل، البنك موجود للتعامل مع وتسهيل الاجراءات وتبسيط الاجراءات للمتعاملين مع الميناء، بالاضافه طبعا لاجهزه وزاره الداخليه. عندنا مبنى الاسعاف والعياده، عندنا مبنى الاطفاء، جميع متطلبات الحمايه المدنيه موجوده داخل الميناء. مع بقى طبعا وجود التكنولوجيا والرقمنه والحاجات دي هيبقى التعامل سهل جدا، مفيش حاجات ورقيه داخل الميناء. يعني احنا لما بنبتدي حاجه جديده بنبتديها من حيث انتهى الاخرون، فاحنا هنا ميكنه ومفيش تعامل ورقي، تسديد للاجراءات لاقصى حد ممكن مع المتعاملين مع الميناء. انا لا احمل موازنه الدوله اي اعباء ماليه على الاطلاق، بالعكس انا اللي بينشئ التحالف اللي بيفوز بالمناقصه هو اللي بينشئ الميناء من الف الى الياء بكل اجهزته بكل مبانيه بكل شيء. انا كدوله باخد منه عائد ثابت سنوي، ده ثابت، ده يعني بنقول يعني ممكن نقول عليه مثلا قيمه الايجار، ده عائد ثابت سواء ايا كان غض النظر عن الشغل، ده انا باخده كدوله وباخده بالدولار الامريكي. ثم بعد كده باخد من الايرادات وليس من الارباح، باخد من ايراد الميناء. الايراد ده بيتدرج حسب عدد الحاويات التي تم انهاء اجراءاتها داخل الميناء، بنبتدي من 7% وحتى 12%، يعني حسب على حسب، يعني مثلا بقول له لما توصل ل 100 الف حاويه فانا هاخد 7%، 150 الف حاويه هاخد 8% وهكذا لغايه اقصى حاجه هاخدها كدوله من المستثمر 12% من الايراد وليس من الارباح.